صباح الخير مشاهدينا، حياكم الله أينما كنتم متابعي الإخبارية السورية إلى حلقة جديدة من صباح سياسي. حمص مدينة خالية من الإرهاب مع خروج الدفعة الأخيرة من حي الوعر إلى المنطقة الشمالية إلى مدينة جرابلس، وأبطال الجيش العربي السوري يتصدون للتنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش وتنظيم جبهة النصرة في كل من حماة ودير الزور، وأيضا معسكرات جديدة للمجموعات الإرهابية تحت إشراف ورعاية الجيش التركي. ونتحدث أيضا في صباح سياسي عن رعاة الإرهاب ومصدروه الذين يجتمعون في عاصمة الإرهاب وتطرف في الرياض لبحث التصدي لما أنتجته أيديهم الملطخة بالدماء السورية وأيضا بالدماء العراقية. وأيضا نتحدث عن الدور الكبير الذي تقوم به الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتصدي لكل هذه الهجمات التي يتعرضون لها في الداخل والخارج. مشاهدينا الأكارم، اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم في برنامج صباح سياسي لهذا اليوم بالأستاذ أحمد خازم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. يسعد صباحك. وصباحك بكل خير. أهلا أستاذ عبد. أستاذنا الكريم، تبعتم البارحة بخروج آخر إرهابي من حي الوعر إلى المنطقة الشمالية. نعم. بعد أكثر من شهرين من عمل متواصل، يوم تقريبا كل 4 أيام كل 5 أيام كان هناك خروج لدفعة جديدة من حي الوعر باتجاه إما قلعة مضيق أو باتجاه مدينة جرابلس. رأيكم بعد أن عاد هذا الحي رقم 36 إلى حضن الوطن، واليوم حمص مدينة خالية من كل مظاهر السلاح والمسلحين؟ أول شيء بالرحمة للشهداء جميعا وبالشفاء لجرحى الوطن. طبعا خروج آخر المسلحين وعودة حمص إلى حضن الوطن، هذا أمر ينعكس إيجابا على المساحة الداخلية وعلى أهلنا جميعا، وإن شاء الله إلى بقية المناطق أن تعود إلى حضن الوطن أيضا، حما ودير ريف حما أقصد، وأدلب ودير الزور وكل هذه المناطق الساخنة، بالإضافة إلى الجنوب جزء منه محل ما عم تنزل القوات البريطانية والأمريكية بالدعم أيضا بالتسهيل من الأردنيين. طبعا العودة أو خروج آخر المسلحين وعودة حمص إلى حضن الوطن مسألة مهمة جدا جدا، تنعكس على المتغيرات السياسية الدولية والإقليمية والداخلية. وبهذا الوطن، وأنا أشكر بهذا الإطار أشكر جميع من ساهم في هذه العمليات، عمليات المصالحة وخروج المسلحين، لكن أنا أتوجه أيضا إلى الجميع أطياف أو المسلحين أنفسهم، لأن في ريف حماة، في ريف إدلب، في أكثر من مكان هناك من يعني يحاول أن يعود إلى حضن الوطن ينقصه الجرأة، هذا واحد. اثنان، تماما، في حمص عادت 4 دفعات إلى مدينة جرابلس إلى حي الوعر. نعم، هذه مسائل مهمة. أهلنا يعني بعض أهالي المواطنين السوريين وأهالي حتى ما يسمون المسلحون، بعد ما طلعوا إلى المخيمات في تركيا تفاجأوا هناك لا في مي لا في أكل لا في شرب، طالبوا بالعودة إلى سوريا إلى مكان كانوا فيها. مسائل كثير نحن من دقيق عليها ومن ركز عليها، فأنا أتمنى أنه ينتبهوا شوي أن الأمور في نهايتها، وحينما تكون في نهايتها يجب أن يضع الإنسان أو يخطو الخطوة الصحيحة. وأتوجه بالنداء وطبعا إلى كل من هو يحمل حس إنساني بأن يعود إلى حضن الوطن. فالمتغيرات السياسية والدولية وجنيف وأستانا وغيرها وغيرها هو ناتج عن انعكاس الداخل السوري. طيب، بما أننا عندما نتحدث عن كل هذه المصالحات وكل هذه التسويات، طبعا لم يخطها إلا أبطال الجيش العربي السوري، لولا صمود الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحلفاء على ثغور الوطن اليوم وتحقيق الانتصارات وقضم المناطق التي كانت تحت سيطرة هذه التنظيمات، لما تحقق اليوم هذا النصر السياسي أيضا في الميدان؟ بالتأكيد إن الانتصارات الجيش العربي السوري ليس في حمص فقط، إنما في الساحة الديموغرافي والجغرافي السوري جميعها، هو الذي أدى بهم إلى الخضوع للمصالحات والخضوع للرؤية العامة من أجل الحفاظ على حياتهم ومن أجل الحفاظ على توجيهات ربما تأتيهم من الخارج أيضا. فإذا صمود الجيش العربي السوري هو الذي أدى إلى أن يتم خروج آخر مسلح من حمص، وسوف يتم هذا الصمود الذي يحقق انتصارات كبيرة في درعا
وفي دير الزور وفي ريف حما وحلب أيضا قاب قوسين، أودنا أنه تكون أيضا خالية من الإرهاب أو يعني بهذا الإطار. فعمليا إذا صمود الجيش العربي السوري هو الذي أثبت وفرض هذه المصالحات بتوافق طبعا من الأهالي جميعا ومن كافة الطوائف في الداخل السوري. طبعا أيضا الجيش العربي السوري ينفذ عمليات مركزة ضد التنظيمات إرهابية البارحة وصباح هذا اليوم، إن كان في حما وإن كان في محيط دير الزور وأيضا في محيط تدمر باتجاه السخنة. أيضا أهمية هذا المحور وخاصة أنك اليوم تقاتل في صحراء، يعني لا تقاتل في طبيعة جغرافية هي سهلة المنال. طبعا سواء جبهة النصرة سواء داعش مدعومين بشكل واضح من أمريكا ومن الخليج ومن السعودية وإلى ما هنالك، فعمليا أي انتصار عليهم سيؤدي إلى المتغيرات الدولية السياسية الدولية مثل ما حكيت منذ قليل. هذا النصر سيؤدي إلى دحر الإرهاب ليس في سوريا إنما في العالم أجمع، وسوف تكون متغيرات كبيرة جدا جدا لصالح الوطن ولصالح سوريا. سوريا قلب العروبة النابض كما نعرف نحن. عمليا إذا المتغيرات الميدانية تنعكس على المتغيرات السياسية والمتغيرات الدولية، وما هذا الهيلمي والهيمني الإعلامي الكبير سواء حول القمة في السعودية سواء حول أي إطار أو مؤتمر يعني يعقد حول سوريا وتقوم به المعارضة المرتبطة بالخارج وبتوجيهات وأملاءات الخارج، كله أيضا ينعكس من خلال هذه المتغيرات. يريدون شيء ويتم على الأرض شيء آخر. كانوا يريدون أن يتم انتصار ونصر الإرهاب في سوريا على المواطنين وعلى الوطن السوري وعلى أهلنا، لكن صمود الجيش العربي السوري غير هذه المعادلة وأدى إلى حراك معين أنه في سوريا لا يا أخي الإرهاب ليس موئله سوريا إنما موئله جهات أخرى. طيب بما أنك تطرقت على موضوع ما جرى في عاصمة التطرف والإرهاب في الرياض، طبعا رعاة الإرهاب ومصدروه يجتمعون في هذه العاصمة ويتحدثون عن كيفية التصدي للإرهاب، كيفية محاربة الإرهاب، وسموها بأنها قمة إسلامية أمريكية. ألف إشارة استفهام وتعجب عندما يكون ترامب الذي هو على رأس الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الدولة التي هي من أنشأت داعش في المنطقة، يتحدث عن العفة ويتحدث عن الشرف. يعني طبعا هناك مثل من المعيب أن نقوله على الهواء مباشرة. أوكي. هناك ملاحظات كثيرة حول قمة الرياض للأسف، يعني أرى أنا بها أنها معارضة يعني متواضعة حسب هذا الهيلمي الإعلامي الكبير حول منها، و تسمى بما يسمى بالقانون بعقد الإذعان. أمريكا نريد كذا وكذا وأنتم عليكم الاستجابة. هذا واحد. اثنان، يعني عقد مؤتمر قمي إسلامي وعربي، يعني ترامب شو له علاقة بالموضوع هذا؟ هذه بدي أفهمها. ثالثا، يقولون أنها تحارب الإرهاب. نحن وثقنا بتوثيقاتنا أن الفصائل المسلحة الإرهابية في سوريا يأتيها الدعم بالسلاح من أمريكا، من بريطانيا، من فرنسا، من إسرائيل، من تركيا. الدعم المالي منين؟ من السعودية، من السعودية وقطر ودول الخليج. إذن راعيا الإرهاب يعقدان مؤتمر لمكافحة الإرهاب. هذا عجيب غريب. يعني كيف بدي أخرج هذه المسألة؟ فتوثيقاتنا الدائمة والمستمرة أن السعودية تقوم بدعم الإرهاب. هل في منظمة اسمها منظمة بالتوثيقات الميدانية، نأتي في هذا الإطار، اسمها منظمة أنصار إنترناشيونال. منظمة أنصار إنترناشيونال بكفرناها يعني تقوم على الدعم والتمويل للمسلحين، والدعم والتمويل بتمويل أما سعودي ودعم تركي أيضا، وهذه مسائل خطيرة جدا تجري في الساحة السورية. إذن راعية الإرهاب يعقدان قمة لمكافحة الإرهاب، هذا خرق واضح. مثل ما ادعوا أنه ما ندخل لسوريا بحجة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، وهم أكبر منتهكي لحقوق الإنسان. التاريخ يوثق حول أمريكا، يوثق حول إسرائيل، يوثق حول السعودية. شو قدموا؟ يعني مين هلا بسوريا نحن؟ مين اللي عم بيقدم وعم بيدعم الفصائل المسلحة التي تقوم بالتدمير، بالقتل، بالاغتصاب، بالحرق، بفتح سجون في سحجي، سجن عقاب اسمه، يلي يضاهي سجن، يعني قديش عملوا هالي حول سجن صيدنايا. سجن عقاب عبارة عن مغر داخل الجبل، وهو ثلاث أجزاء،
والعذاب الذي يوجد به لا يوجد في سجن في العالم. وأنا أطالب تشكيل منظمة أو تشكيل لجنة دولية من أجل الدخول إلى هذا السجن للبحث في هذه الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تلك المجموعات التي يقولون عنها أنها مجموعات معتدلة. طيب أستاذ أحمد اسمح لي ومشاهدين الكرام أن أرحب بضيفي الكريم ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ قتيبة قاسم العرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. حياك الله أستاذ قتيبة. أهلا وسهلا أخي الكريم. نتحدث نحن والأستاذ أحمد خادم قبل قليل حول هذه القمة التي اسموها رعاة الإرهاب يجتمعون في عاصمة الإرهاب والتطرف في الرياض، ونتساءل ما الذي يفعله ترامب اليوم؟ هل هو خائف على مصلحة المسلمين والعرب، وهل هو خائف أيضا على بالفعل أن يكون هناك الإرهاب وكيفية السيطرة على هذا الإرهاب الذي الولايات المتحدة الأمريكية هي من أنشأته في المنطقة؟ تفضل. أخي الكريم، أنت تعلم أن دول الخليج هي من أكبر الدول التي كان لها دور بدعم الإرهاب في سوريا والعراق ودول المنطقة منذ تأسيس تنظيم القاعدة. أخي الكريم، هم أنشأوا الإرهاب، هم مولوه، هم دعموه، هم جاءوا به لتدمير الشرق الأوسط، هم الآن سيقومون بمخرجات لإخراج أدواتهم القذرة التي دعموها والتي أدت لاختراق القانون الدولي الإنساني وقتل المدنيين والضحايا ومحاولة تغيير والتدخل بشؤون البلاد وإسقاط الأنظمة عبر حجج واهية والإرهاب بعد أن كانت حجج النفط ومن ثم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. اليوم هو مصطلح جديد للإرهاب الذي يعتبر يعني حجة جديدة للتدخل بشؤون الدول وسرقت أيضا خيراتها وما يحصل أن تعلم في سوريا من سرقة النفط والآثار والقتل والتدمير. أخي الكريم، هم اليوم يعني يتجهون للملمة ما دمروا وما فعلوا، ولكن كيف؟ هناك الآن عشرات الآلاف مقاتلين أجانب في سوريا، أين سيذهبون فيها؟ هذا موضوع كان يجب أن يطرح أصلا بجنيف في المرات القادمة. فليجوا ويأخذوا بضائعهم إلى دولهم الذين صدروا لها. يعني هناك يعني أمور كبيرة جدا أخي الكريم، وما يحصل أمر خطير جدا. يعني يريدون كبش الفداء، يريدون التحويل. هل عندما سقطت العراق وكان صدام حسين كانت إيران تدعم العراق؟ هناك تناقضات أخي الكريم ومجموعة مصالح تستخدم الإرهاب كعنوان كبير من أجل التدخل بشؤون الدول ونهب خيراتها وأسقاط الجمهوريات. سوريا الآن الجمهوريات تسقط وبلبلة وما يسمى ربيع عربي وممالك الخليج المتخلفة والتي لا علاقة لها بحقوق الإنسان هي من تحارب الإرهاب، حتى تصدره وتحاربه. هذا تناقض كبير ومخالف حتى القرارات مجلس الأمن التي صدرت من عام 2001 من قرار 1373 إلى العام 2016. طيب أستاذ قتيبة تفضل بالبقاء معي. أعود إلى الأستاذ أحمد أستاذنا الكريم. أريد أن أنهي هذه الفقرة من هذا الملف بالحديث عن هذه الاجتماع بين ترامب وبين بعض رؤساء الدول العربية والإسلامية. اليوم ترامب هل ينظر حقيقة بعين أنه يريد أن يكون هناك حل لهذه الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، أم أنه ينظر إلى السعودية وباقي الدول الخليجية بأنها بنك للأموال، وخاصة أنه عقد صفقة أسلحة بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي مع شرط أن لا توجه هذه الأسلحة إلى حكومة الكيان الإسرائيلي؟ إذا لمن توجه هذه الأسلحة؟ هذا السؤال بيطرح نفسه فعلا. يعني فنحن منذ البداية أنا استغرب أنه العرب يجتمعون الآن مع ترامب. يعني وأنا بتذكر هنا أعود في الذاكرة إلى العام 1973، كان هناك نصر عرب لمن؟ لمن؟ للدول العربية. نصر على من؟ على إسرائيل. إسرائيل ممن تدعم؟ تدعم من أمريكا. الآن يرتمون في أحضان أمريكا، يأتي ترامب ليقودهم هم والعالم الإسلامي أجمع. يا عيب الشوم، هذا مفارقة كبيرة أخلاقية ووجدانية، وأسميها قمة الذل والعار للعرب وللإسلاميين، لأنها تقود إلى موقف يجب أن أتوحد وأتصافح مع الكيان الذي يحتل ويغتصب أرضنا العربية، أرض فلسطين، الجولان، جنوب لبنان. كيف هذا؟ كيف أنا أتوافق أيضا مع تركيا التي تأخذ لواء اسكندرون وأضنا وكيليكيا ومرسين
هذه مفارقات كبيرة. ترامب حينما فهم أنه سيفقد ماهيته في سوريا، وسوريا شرحت أنا في الحلقة السابقة لماذا التسابق والتهافت على سوريا ومن أجل الغاز والبترول، يريد أن يعوض. كيف سيعوض؟ سيعوض بمن هم الذين يزدادون، كلما ازدادوا خضوع له كلما ازداد احترامهم دوليا. غريب، ميثاق حيث المتحدة وينه؟ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان وين؟ يزدادون خضوعا وانبطاحا أمام إسرائيل وأمام أمريكا. أنتم على الرأس والعين، لا تزدادون، أنتم تنقضون أمريكا وإسرائيل داعمي الإرهاب الأساسيين، واللي هن أنفسهم من بدون استثناء، لا استثني منهم أحدا، كانوا يقولون عن هؤلاء داعمي الإرهاب. فكيف هذه المفارقات ما بين الماضي وما بين الآن؟ شو تغير؟ هل تغير شيء؟ لم يتغير شيء، تغيرت أسس وقواعد اللعبة فقط لا غير. هذه مسائل يجب أن ننتبه إليها. إذن أمريكا تريد فقط البترول، وعملوا من إيران شماعة كبيرة ومن سوريا شماعة كبيرة، ويقولون من أجل العدل ومن أجل الاعتدال في الإسلام. اليوم خلصوا في هذا الاجتماع على أن إيران تقصون سوريا وتقصون إيران، ولا أي أساس أنكم اليوم تقصون. إيران في نهاية هذا الاجتماع طبعا خلصوا إلى أن إيران هي من تقوم بحضن هذا الإرهاب طبعا، وتوجيه الاتهامات إلى كل محور المقاومة، حزب الله وغيره، بأنه تنظيم إرهابي. أخي بدي من فمك أدينك، يقول المثل أنتم بسوريا مين اللي قام بالعمل العنف وعمل القتل وانتهاكات وخروقات حقوق الإنسان قبل هذه؟ يعني سوريا كيف كانت سابقا وكيف كانت بعد دخول هذه الفصائل؟ من دعم هذه الفصائل؟ إيران دخلت إلى سوريا بالتنسيق مع السلطات السورية ومع السيد الرئيس، هاي دون نقاش. روسيا دخلت أيضا بنفس الشيء، حزب الله دخل بنفس الأسلوب أيضا، بينما هم دعموا من؟ المجموعات الإرهابية المسلحة والفصائل المسلحة التي تقوم على القتل والعنف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشكل عنيف وبشكل خطير وعلى مرأة من العالم أجمع. إذن في هناك مفارقات كبيرة لا يمكن. فهم يعني شو اسمه القمة هذه، قمة الخليج ترامب والسعودية، هذه قمة تحمل متناقضات في ذاتها، من خلال انه الاعتدال كما قلت منذ قليل، الاعتدال اي اعتدال؟ ما في شيء اسمه اعتدال وما اعتدال، في شيء اسمه عمليه اقصاء. انتم قمتوا باقصاء سوريا واقصاء ايران واقصاء الفكر المدافع وحق الدفاع المشروع والذين يدافعون عن العرب وعن فلسطين، من اغتصب فلسطين؟ طيب ليش انتم ما بتفكروا بهذا الموضوع؟ يعني هذه مسائل تطرح نفسها، وهي مشكلة المعضلة الأساسية التي ستظل القائمة، وستظل القائمة هذه الأمور طالما هم يدعمون ويمشون ويسيرون في توجيهات أمريكا وإسرائيل. طيب عودنا للأستاذ كتيبة. أستاذنا الكريم، اليوم هناك علنا، وهذا الشيء لم يعد يخفى على أحد، الصغير قبل الكبير، هناك معسكرات لتدريب التنظيمات الإرهابية داعش وغيرها وبمختلف مسمياتها تحت إشراف ورعاية الجيش التركي في تركيا، وتركيا هي الضامن كانت في اجتماع أستانا لهذه التنظيمات الإرهابية. يعني الآمال المعقودة كانت على أن تلتزم أو يلتزم النظام التركي باتفاقه إلى جانب الروسي والإيراني، ولكن اليوم الواقع على الأرض مختلف تماما. بالنسبة لتركيا الكريم، هذا دورها ولم تتغير، ولا يوجد ثقة بالدور التركي من بدايات انطلاق الحروب. تركيا هي فتحت الحدود، هي سهلت تدفق المقاتلين لأجانب الدنيا، هي دعمت الأسلحة، مقاتلات الإنسانية يكون فيها سلاح، فدورها الكريم واضح. ولكن ذهبت الحكومة السورية إلى الأسدان، ولكن الضامن والمسؤول هو ضامن الروسي حول هذا الموضوع. فاحنا موقفنا كان واضح كحقوق الانسان، وادلنا الانتهاك الارهاب الذي تقوم في تركيا عن حدود وغيرها والتدخل والعدوان على سوريا، يعني دخول اراضي السوريه بدون موافقه شرعيه من الدوله السوريه، هو ايضا خرق القانون الدولي وعدوان ويعتبر احتلال ويجب مقاومته بكل الطرق القانونيه وغير القانونيه، وهو حق مشروع للشعب السوري. اخي الكريم، فتركيا لا ثقة بدورها إلى الآن، لا يزال لديها مخطط. أخي الكريم، لديها أيضا هواجس كبيرة جدا من أي أمور تتعلق بالقضية الكردية، فهي تدخل من أجل مصلحتها أخي الكريم ومن أجل عدوانها، ولديها مجموعات كبيرة الآن بإدلب يعني إرهابية وصلت إلى 100,000، وهي تقوم بتسليحهم وتدريبهم علنا، هي دخلت من أجل مشروع استعماري كبير جدا أخي الكريم ومخطط له مسبقا، وهذا عدد الدول الضامنة في اتفاق الأسدان.
طيب أعود إلى الأستاذ أحمد. أستاذنا الكريم، أطلقتم بيان ترفضون به كل شكل من أشكال التقسيم الذي كانت تعول عليه الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة، كيف ولماذا أطلقتم هذا البيان؟ طبعا مشكورين على ما قمتم به طبعا، ولكن لتضعنا في صورة ما قمتم به. طبعا نحن نتابع الساحة الدولية والساحة الإقليمية والساحة الداخلية، ولاحظنا هناك مشروع مع بالتوافق طبعا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لاحظنا أن هناك مشاريع تعد إلى سوريا من أجل التقسيم، من أجل انتقال سياسي، من أجل كل هذه المسائل. فنحن انطلقنا من هذه الرؤية الوطنية كجماعة، نقف على الحياد بمنظور حقوق إنسان وبموقف وطني وأخلاقي أيضا، وعملنا أطلقنا استبيان لنرى رأي الساحة الداخلية في سوريا. طبعا المشاريع التي تعد كثيرة ولا تحصى من برا. فتبين لدينا أن جميع أطياف المعارضة الوطنية النظيفة في الداخل كلها ضد وترفض رفضا قاطعا، ومن به زر الضمير يقبل بالتقسيم، يقولون هكذا. وأعتذر من الزملاء لأن أعدادهم كتير كبير، سواء من أطياف معارضة ومن هيئات وتكتلات في الوطن في الوضع الداخلي أو في الداخل السوري، وفي أيضا شخصيات مستقلة كتير ممتازة، وقادوا وقعوا على هذا البيان برفض التوقيع على التقسيم طبعا. وأصدرنا البيان بالتعاون بعد منا مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق، وأصدرنا بإدانة الإرهاب بمحتوياته، إدانة الإرهاب، إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، إدانة الدخول إلى سوريا تحت أي مسمى دون التنسيق مع السلطات السورية، واعتبرنا هذا دخول غير مشروع، لا يتوافق بحقوق الإنسان ولا يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن حقنا الدفاع عنه ومقاومته بكافة السبل. وأيضا نحن مع معالجة كل القوميات بما فيها المكون الكردي داخل سوريا ضمن إطار الدولة السورية ووفق الدستور ووفق إلى ما هنالك، وهذه مسائل كتير مهمة نؤكد عليها ونشد عليها. فضربنا بهذا إذن كل ما يعدون له هم من الخارج عن التقسيمات التي تحدث أو يريدونها للداخل السوري بدعم أمريكي، بدعم إسرائيلي، بدعم خليجي. طيب أستاذ كتيبة، أيضا بدي من حضرتك تحطنا بأجواء وأصداء ردود الأفعال وخاصة الخارجية حول هذا البيان الذي صدرتموه. أخي الكريم، أنا بأكد على كلام الأستاذ أحمد خازم وأقول لك أن هدفنا كان من هذا البيان بالدرجة الأولى هو الوقوف ضد التقسيم ووحدة الأراضي السورية، والوقوف كموقف وطني مشرف نعبر عنه كمجتمع مدني حقوق الإنسان وأحزاب داخلية من معارضة وغيرها وشخصيات وطنية، وإرسال رسالة للخارج. أخي الكريم، واسمحوا لي من على منبركم كإعلام وطني للتاريخ وكناطق رسمي باسم كل زملائي الذين موقعين على البيان، أن نوجه رسالة واضحة لكل من يريد أن يقتطع أي جزء من سوريا من عشائر بالشرق أو الشمال أو مكونات أو تيارات سياسية أو حتى بالجنوب من عشائر، أن هذا الموضوع لن ولن يحصل. أخي الكريم، ورسالتنا واضحة أنه بعد انتهاء الحرب هناك لجان وهناك محاكمات وفق القانون السوري، وهذا جرم خيانة. أخي الكريم، ومن جهة أخرى سيلعنهم التاريخ سيسجل بالكتب من خان ومن العائلات الخونة بسوريا ومن العائلات الوطنية. أخي الكريم، وهذه رسالة وجهناها لهم عبر هذه البيان، وهناك طبعا ردود أفعال دولية. أخي الكريم، وقد خلط هذا البيان الأوراق. أخي الكريم، أن هناك أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية، وهم مهما كانت قوة أخي الكريم الغرب والدول الاستعمارية لا يمكن تحقيق مشاريع بدون أدوات، والأدوات للأسف عند البعض هي سورية. عندما نقوم نحن بدورنا مع زملائنا بالمنظمات والأحزاب ونرفض التقسيم سيؤدي إلى خلط الأوراق. أخي الكريم، لأن الأدوات بالخارج هي أدوات سورية. نعم. كما نتصدى نحن السوريين الوطنيين لهذه المشاريع تؤدي إلى خلط أوراق ولإعادة تفكير في مشاريع وإيصال رسائل. فهم الآن يترددون، تركيا طلبت من كثير من تيارات وعشائر أن تصدر بيانات من أجل حاضنة شعبية لأي استعمار، وهم مترددون وخائفون الآن بسبب موقفنا الأخير في البيان، لأنه من يقوم عقب ذلك فهو خائف حسب القانون السوري الكريم وسيحاكم، وبالتالي البيان أهمية كبيرة جدا جدا لعدم توفير حاضنة لدى الشعب السوري والسيارات والعشائر لدخول استعمار السوري.
أشكرك جزيل الشكر ضيفي الكريم، كنت معي عبر الهاتف الأستاذ قتيبة قاسم العرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات القيمة. شكرا لك، أعود إليك أستاذ أحمد. أيضا هناك جهود كبيرة تقومون بها عندما نتحدث عن ما تقوم به هذه التنظيمات من سرقة للآثار وسرقة للمخزون الباطني للدولة السورية في أمام مرأة العالم برمته الذي يقف يتفرج عما يجري في سوريا. أنتم في هذه المنظمة ما الذي قدمتموه؟ ما الذي استطعتم أن تحققوه على أرض الواقع؟ طبعا هذا العمل الذي نقوم به من خلال لجان رصد وتقصي الحقائق الموجودة لدينا على عموم سوريا وبالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نقوم على رصد كل هذه الانتهاكات، لأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو وهيئة المتحدة ومنظمة اليونسكو ولاهاي وكلهم أدانوا سرقة المخزون الثقافي أو يعني الآثار والكتب والمحفوظات وكذا، كل أدانت المنظمة اليونسكو، ويجب عودة إلى البلد الذي تم إخراجها منه بطرق غير مشروعة. وهون في توازي بهذا الموضوع يجب أن يكون هناك عمل مادي حسب ميثاق الهيئة المتحدة واليونسكو من أجل دائم الترميم، دائم المحافظة على الآثار وعلى الأضرحة أو التماثيل التذكارية والنصب التذكارية، وعلى دور العبادة والمتاحف والآثار كلها والكتب ومستودعات الكتب. هذا يعني عمل مادي لازم نحافظ على هذه الآثار. وهناك عمل قانوني أيضا يجب أن نقوم عليه، هو الإجراءات القانونية التي تقوم بالعقوبة وبمساءلة من يقوم بالإتجار الغير مشروع وبالتنقيب الغير مشروع أيضا بدون علم الدولة وبنقلة من أماكن إلى أماكن أخرى. طبعا وهذا التوافق مع منظمة اليونسكو ومعاهدة لاهاي وكل في اتفاقات دولية حول هذه المسائل، والاعتداء عليها يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وبما أنه جريمة حرب وخرق لحقوق الإنسان إذن يجب مساءلة كل من يقوم بهذه الأعمال أمام محكمة الجنايات الدولية، لأنها أحد بنود العمل لمحكمة الجنايات الدولية وفق المواد 7 و8 و25 و27. ليش عطيت 27؟ لأنه بجوز يكونوا بتوجيهات من رؤساء مثل ما عم نشوف نحن من أردوغان ومن غيره، فهي مسائل كتير مهمة عم نوسخها. ورصدنا حالات بدي أدخل لهي النقطة للتوثيق الميداني الذي تقومون به، وخاصة على خلفية الكيماوي، اتهام الدولة السورية باستخدام الكيماوي، وأيضا الادعاءات الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الدولة السورية بالبراميل المتفجرة، محرق السجن صيدنايا، واستخدام الكيماوي في خان شيخون. دوركم هنا أستاذ الكريم، يعني كلما عجزت المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي عن إدانة سوريا وتبيان أن سوريا مخطئة، كلما عجزت يخلقون فتنة جديدة وجريمة جديدة ضد الإنسانية يقومون بها ويتهمون بها سوريا، سواء الكيماوي، سواء جرائم برامي المتفجرة، سواء مقابر جماعية، ونحن نقوم بهذه التوثيقات كلها بكل هذه المسائل دون استثناء. هذه التوثيقات تقدم لمن؟ تقدم، نحن نقوم بإعداد تقارير تقدم إلى من خلال طبعا بالتوفيق والتوافق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المنظمات الدولية وإلى الهيئة المتحدة، ترسل لهم يعني بشكل كامل، توصل على مكاتبهم عبر الفاكس، عبر الإيميل، عبر إلى ما هنالك. هاي مسائل نحن نؤكد عليها، لأن نحن نعد لكل جريمة تتهم بها سوريا هناك توثيق نحن معاكس له. هلا مثلا بشو اسمه القمة السعودية عم بيقولوا بدهم يحاربوا الإرهاب وإلى مناري، ومعهم أردوغان ومعهم ما بعرف مين وإلى من. نحن سنسجل من الآن، وأعلموا أنتم يا قادة الخليج وأمريكا، من الآن كل توثيق، كل أتحدى أي توثيق بدؤوا، أتحدى أي دخول أي كيماوي أو سلاح أو كذا لن نستطيع الحصول عليه قولا واحدا. أي انتهاك وأي تسجيل من هذا سنوثقه، ويكون هذا خرق لما توافقتم عليه، وعليكم أن تحاسبوا أنفسكم، وأطالب محكمة الجنايات الدولية بالمحاسبة بناء على هذا من خلال مجلس الأمن. توثيقاتنا نحن دائمة. هلأ بتركيا، المعسكرات بتركيا نحن حكينا عنها من أشهر، ماذا تقوم تركيا بدعم سعودي وقطري، دعم سعودي وقطر على إنشاء هذه المسائل. هلا بحارم على سبيل المثال جماعة جبهة النصرة بيفتحوا حواجز
ويا لطيف وشغلات كثير مرعبه. ليش مسالوهم المدنيين لك ليش انتم عم تفتحوا الحواجز كلياتها منتشرين بشكل؟ قال بدهم يجوا الروس والايرانيين والجيش السوري مشان نمنعهم. هذا بالاعلام، لكن تبين بالحقيقه انه من اجل غطاء لدخول الجيش السعودي والتركي، من قال بده يكون مسلح من اجل القيام بالاحتلال، القيام بتدمير، قام بتدمير قطع الشجر وقطع الماء والكهرباء والى ما هنالك، وقاموا بتاجير الاراضي هناك ب 16 مليون من المواطنين السوريين الموجودين في حارم، وتم تهجيرهم مقابل 16 مليون. 16 مليون يعني شو تعمل؟ وراحوا يعني شعب، ازمه شعب يعيشها الان. نحن وثقنا كل هذه المسائل، الشعب من خلال الخبرات من خلال الاتصالات والاشاعات تبين انه عكس هذا ذلك، عكس ذلك يعني لا يبغون حماية أدلب من دخول الجيش الروسي وإلى هنالك، إنما من أجل غطاء لدخول الجيش التركي والسعودي. فقامت علقة مشاكل ما بينهم وما بين الحواجز. هذه توثيقات ميدانية جديدة. نعم. تفضل أكمل الفكرة لأنه الوقت انتهى. تركيا داعم أساسي، ونبهنا على هذا الموضوع سواء بالباب سواء بإدلب سواء بحارم، ودخلت على مسافات محددة وعم بنت جدار عازل مثل الجدار العازل اللي بنيته إسرائيل. على أي أساس عم تشتغل هذا الشغل؟ فهذا خرق لميثاق حيث الأمم المتحدة، وننبه منظمات الدولية على هذا الخرق الذي تقوم به تركيا من أجل محاسبة تركيا والسلطات التركية على هذا الخرق، وخرق لأنه خرق لميثاق الأمم المتحدة ولنظام روما ولشرعة حقوق الإنسان. للأسف الوقت انتهى. معك سريعا أستاذ أحمد خازم رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك ولضيف الكريم أستاذ كتيبة الذي كان معنا عبر الهاتف. مشاهدينا أيضا الشكر موصول لكم على كرم المتابعة، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والعودة الميمونة لمخطوفينا إن شاء الله قريبا، وكل التحية والإجلال حماة الأرض والعرض. كنتم وستبقون أنتم الشرفاء. هذه تحيات الفريق العامل ومني أنا عبد الزمام. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.